السلام عليكم. اليوم نروح للمدينة تاع وهران لنعرفكم على هذه الإقامة السكنية الرائعة التي تقع في وسط مدينة وهران، واللي كما نعرف الآن مدينة وهران تعرف طفرة نوعية بعد ما عرفت الطفرة الكمية، يعني من ناحية الكمية يعني في وهران لحقنا يعني مستوى تاع الانفجار نتاع العمراني، يعني من ناحية العمرانية كمية كبيرة جدا، وخاصة في القطاع الخاص، يعني المطورين العقاريين ناشطين كثير في المنطقة نتاع وهران، خاصة يعني في منطقة الغرب بصفة عامة. لكن في الآونة الأخيرة، في يعني ثلاث سنوات الأخيرة هذه، بدينا نعرفوا طفرة نوعية، يعني البنايات الجديدة والإقامات الجديدة بدا يتحسن الشكل ديالها، يعني بشكل ملموس وملحوظ، وفيه بعض المشاريع يعني بطراز عالمي، يعني من ناحية التصميم بدا التوظيف نتاع اشكال جديدة انسيابية في يعني التصميمات الأخيرة هذه، وهذا أمر مفرح ومطلوب، يعني وحنا ماذا بينا هذا النوع من هذه التصاميم هذه نجدها في كل ولايات الوطن. على كل حال نخليكم تتابعوا الفيديو حول هذه الإقامة السكنية الجميلة في وسط مدينة وهران، والسلام عليكم.